طبعا تجربة جديدة عليا موضوع الفورمات، ان هو فورمات اجنبي واحنا بنمصره. طبعا بيبقى فيه فرق في الثقافات، وخاصة في موضوع العلاقات الزوجية والحاجات اللي زي دي والطلاق وكده. طبعا بيبقى فيه فروق في الثقافات ما بين امريكا وما بين او الغرب عامة يعني وما بيننا. فده اللي انا معتبره تحدي بالنسبه لي، يعني ان انا امصر الموضوع، اخليه شبهنا، اخليه يعني اللي يتفرج يقدر يربط بالحدث اللي هو بيشوفه ده، هيكون عارف حد حصل له الموقف ده، هيكون هو مر بموقف شبيه ليه. فده يعتبر ده التحدي بالنسبه لي. يعني مثلا انا وعمر جوزي بعد ما جينا شايلين اولادنا عملنا كده بالظبط، بفكر اعمل شوف ايه اللي محتاج يتغير علشان نبقى اسعد. عشان محدش يفهم العنوان غلط، احنا مش بندعو للطلاق، احنا بنناقش قضية الطلاق من وجهة نظر عينات مختلفة من الستات اللي في المجتمع. كل واحدة بتشوف الطلاق من وجهة نظرها ازاي، وبتتعامل مع موضوع الطلاق ده ازاي، وبتكمل حياتها ازاي بعد الطلاق، ولا حياتها بتقف، تأثير الطلاق ده على الأولاد بيبقى عامل ازاي. بس مش بنشجع الطلاق خالص، يعني بالعكس انا ضد موضوع الطلاق. كنت قلت لي ان انت عايزني في موضوع. انا كنت اتعرفت على واحده اليومين دول، حبيت اقول لك عشان ما تعرفيش من بره. Good luck. اوكي تمام.